جمال وشكل وستايل وشعر زي اللي بيشوفهم في الافلام. تعالوا لي بسرعه اقول له اوعى تقرب منها غير لما نيجي. اهلا بيكم، تعالوا بقى. القصه دي مهمه جدا لكل بناتنا وكل زوجاتنا وكل اخواتنا وكل امهاتنا. اي حاجه فيها انثى نركز بقى في الموضوع ده لانها هتفيدنا جدا وفي درس مهم جدا. انا بلاحظ وانا نازل الصبح كده سواني التاكسي، سواء التاكسي بيبقى ماشي الا بنت رايحه الجامعه او ام رايحه الجامعه او اخت رايحه الجامعه، ايا كانت رايحه اي مكان، رايحه الشغل، بلا حاجه غريبه، الا في بنات بيفتحوا الباب جنب السواق ويركبوا على الكرسي بتاع اللي جنب السواق. ليه؟ انت ليه بتقعدي جنب السواق؟ المفروض ان التاكس بيبقى السواق بيسوق وانت ورا بفلوسك، بفلوسك بتكبي بفلوسك، سواء بتركبي مع اوبرا او كريمه او تركبي في اي حد بفلوسك، تقعدي ورا وزي الباشا بفلوسك وهو يسوق. بلا بنات كتير قوي يفتحوا باب اللي جنب السواق ويركبوا، يعني انا بستغرب. تلقى الست ده احيانا، احيانا والله شفتها بنفسي، الست بتبقى راكبه ورا، يعني هي بتشاور لتاكسي، التاكسي بيكون واخد واحد مثلا، انت عارف التاكسي المفروض ما ياخدش غير واحد بس، لكن احيانا بقى ايه بيركب ناس كتير معاه وفي نفسه يقول لها احنا في طريقنا في طريقنا، فبيبقى في واحد راكب قدام، فتيجي موقفاها البنت او الست او الزوجه ايا كان بتركب ورا، يجي الزبون اللي قدام بينزل، تلقى الست بتقول له ايه طب استنى والنبي ركب جنبي، تنزل من ورا تركب جنب السواق، انت عايزه منه ايه؟ ما انت راكبه كده هتوصلي، كده توصلي، هو انت لما تركبي من قدام هتوصلي بدري؟ حاجات بتدي للسواق معنى ايه؟ لما الست تبقى قاعده ورا وتقول له استنى لما اركب قدام، يفهم السواق من كده ايه؟ ايه اللي يفهمه سواق من ست كانت راكبه ورا راحت تركب جنبي؟ لا ده عايزاه، ملهاش حل غير كده. ولو انت سالت انت بتعملي كده ليه؟ هتقول لي ايه؟ خايفه على الوحده من ورا؟ عايشه في وحده في الكرسي اللي وراني؟ السواق على طول بيفهم ان هي سهله. ودي اول درس المفروض بناتنا يستوعبوه. طيب، واحد يقول يا اخي ما اللي عايز يعمل حاجه ما ياخدها بالعربيه، هو الراجل مش هيفكر يعمل حاجه، لكن انت بتخليه يفكر. طب ايه اللي حصل في شارع الهرم في قضيتنا دي؟ محاميه سهرانه خلصت زياره، هي بتقول كنت بزور ذات صديق، ودي من الحاجات اللي غريبه، يعني واحده بتزور صديق في بيته ونزلت عشان تروح بيتها في شارع الهرم، فوقفت توك توك. عارفين التكاتك دي للاسف سرطان في الجسد المصري، ضيع الصناعه المصريه، لا تلقى سباك ولا تلقى كهربائي ولا تلقى نقاش، اسهل حاجه اجيب التوك توك واشغل شرايط هبطه وازعج نفسي وازعج الناس، ومش عايز حاجه ان غول يسوق بس ليل ونهار ياخد بنات وستات. لا عايز قال لي خليه يتعلم عند ميكانيكي يضربه، ولا يتعلم عند واحد بتاع نجاش، ولا يتعلم عند واحد بتاع السيراميك يلطشه، وفي اخر اليوم يديله 40 30 جنيه وممكن ما يدروش يقول انا بعلمك الصنعه. لكن التوك توك بيبقى عنده 5 سنين وبيسوق وبيجي اخر اليوم معاه 200 300 جنيه، فضيع الصناعه، ضيع الصناعه كلها في مصر، ما فيش صناعيه في مصر، كله بقى سواقين توك توك. سواء توك توك راكب بياكل فشار، ما يا جماعه لازم نفهم نفسيات الناس. انا لما اكون هرجع للتاكسي تاني، انا لما اكون سايق تاكسي وبقزز لب، انا السواق والست البنت قالت لي ما اجيب شويه لب، اعطاها شويه لب، ويا اخويا اللي جنبي ده اتمقع صغير ما تجيب يا اخويا بق. المحاميه راكبه التوك توك تاخد فشار يا استاذه، قالت له خد، وقعدوا يسهروا مع بعضهم، قالت له ما اجيب لك عصير، انت راكبه التوك توك ومروح وكنت عند صديق بتزوريه، نفسك اتفتحت على الفشار وعلى العصير. طبعا الولد زي ما نفس شيء طبيعي، لما واحد تقعد تتبسط معايا وتسهر معايا وتديني فشار واخد فشار واجيب لها عصير، الولد راح هتطلع في العصير مخدر، وراح من ايامها جوه التوك توك، وراح متصل بثلاثه من اصدقائه قال له واحده البنت كده جمال وشكل وستايل وشعر زي اللي بيشوفهم في الافلام، تعالوا لي بسرعه اقول له اوعى تقرب منها غير لما نيجي. قال لهم لا انا اللي جبتها، انا اول واحد. قالت له ماشي بس نشوفها الاول. خدوها فين بقى عشان بس يبقى كلام واضح؟ خدوها في منطقه نائيه خلف فندق شهير في شارع الهرم، خلعوها هدومها. طبعا صاحب التوك توك بدأ الاول خلص، الاثنين التانيين بالدور خلصوا،
هي على كلامها استمر اغتصابها ساعة ونص كام، يعني كل واحد نص ساعة، يعني برضه حتى أدائهم ما كانش كبير، أدائهم كان متواضع، ساعة ونص بس، ساعة ونص دي تكفي واحد، هم عملوا ثلاثة. المهم فاقت هي، راحت لعملت محضر عند المقدم محمد الصغير رئيس مباحث الهرم، وإيه اللي حصل؟ قالت أنا كنت راجع من زيارة صديقي ووقفت توك توك عشان أروح شقتي، فأثناء الطريق كلت فشار مع السواق وجاب لي عصير. وانت راكبة في كافيه؟ انت قالوا لك ان التوك توك ده كافيه فشار وعصير وقعدة حلوة، ده توك توك. المفترض انت بتتكلميش مع السواق، انت بتقولوا انا رايحة فلان حتة الفلانية خلص، لكن فشار وما انت يعني مش عايز ادخل مشاكل مع المحامين، انا مش هدي المحامين، لكن يا جماعة، وعشان كده انا قصدت ما اقولش اسامي خالص عشان ما حد يمسكها عليا غلطة، ومشهور حتى رقم المحضر لان احنا مش قد المحامين وعمايلهم. انت اللي عطيت للسواق كارت بلانش، انا اهو مفيش مشاكل، ممكن ترد عليها وتقول لي اما كان حاطط لي المخدر ليه؟ ما لو انا سهله كده. قلت لها طب ومين قال لك ان انت انه حط مخدر؟ ما ممكن تكون انت القصه دي اللي بتقوليها عشان تبرر ان انت رحت معاه من غير ما تاخدي بالك، مش ده الرد اللي ممكن يترد عليكي؟ كلام مش منطقي. هو لقاكي سهله بالشكل، اتصل بالعيال التانيه وخدوكي. وفي واحد تاني قال لي حاجه غريبه جدا من نفس الواقع دي، قال لي ما هو ده ولا حصل اغتصاب ولا غيره، لان القصه ما اتعملش كده. هيجيب المخدر منين ويحطه في العصير منين ويشربوه لها منين وياخدها في حته وتسعة ونص، وايه ده ايه ده ايه ده كله ده بالصدفه واحده ما ايه مسك العصير بالمخدر وحطه في التوك توك لاي ست تركب؟ قصه مش منطقيه. عشان كده في روايات كتير بتقولك ان دي عاملاها نكايه في الواد ده وفي التاتا دول لاي سبب بقى او لاي خلاف. لكن ان شاب يكون حط العصير بالصدفه في مخدر، ايه شغال في صيدليه وبعدين جاب الفشار وياكله فشار، قصه هي رويتها. يعني اشوف اقول لكم يعني برضه عشان المحاميه، يعني انا بجيبها من المحضر، المحاميه كانت تستقل توك توك مع المتهم الرئيسي وقام بإعطائها كمية من الفشار والعصير حسب اللي هو قالت بداخلها مخدر، وقام بالاتصال بثلاثة من أصدقائه واغتصبوها لمدة ساعة ونص. مين اللي حدد ساعة ونص؟ وتركوها في حالة عياء شديدة وفروا هاربين، وعقب ذلك توجهت إلى قسم شرطة الهرم وقام بتحرير المحضر بالواقعة، وجاء بالمحضر أن سيدة في العقد الثالث من عمرها تعمل محامية في زيارة لأحد أصدقائها، وعقب انتهاء الزيارة توجهت إلى الموقف واستقلت توك توك للذهاب إلى شقتها بمنطقة الهرم، وعقب ذلك تعرضت لوقعة الاغتصاب على يد أربع أشخاص في ساعة ونص. تم إلقاء القبض، طبعا هي قالت أوصفهم، يعني تخيلوا واحدة كانت متخدرة وتم اغتصابها ساعة ونص وفاكرة شكله، يعني أنا التوك توك بقى ما ينفعش تعالي جنبية، التوك توك هات باور، هي واقفة في التوك توك وقعدوا ياكلوا فشار وبتاع والدنيا ليل، لا دي عارفة شكلهم وأوصفهم وده اللي تعليهم وراحوا يتمسكوا العيال. القصة نفسها مش منطقية. هل بقى كانت الواقعة دي برضاها أو غير رضاها؟ ده يعني موضوع ممكن نتكلم فيه. طب هل فعلا في وقعة اغتصاب ولا دي هي بتتبلى عليهم نتيجة خلافات بينها وبين الأولاد دي؟ ما تفهمش. بس المهم الدرس اللي أنا بقوله هنا في الحلقة، الست لازم تبقى باحترامها ووقارها. ده مش أخوك اللي سايق تاخده منه فشار وتاخده منه عصير، ده مش واحد قريبك. ده أحيانا أنا أحيانا ليا زمايلي لما ماشي بالعربية أقول لهم اتفضلوا، يقولوا لا هناخد تاكسي، ما بيرضوش يركبوا مع واحد زميل أو صديق ليه، يقول لك ناخد تاكسي، يعني بيفضلوا التاكسي على زميلهم في العمل عشان التاكسي لا هيتكلموا ولا هيفتحوا مواضيع ولا غيره. لكن لما يكون مع زميل او صديق ممكن يتبادل الحديث مع بعضيهم، جم الناس تبقى شايفاهم، وبعدين مش هتقبل ان هي تقعد ورا وزميلها يسوق قدام، هو مش سواق عنده، فهتضطر تركب جنبيه، فيبتدي اللي شايفينها ولا رايحينها ده راكبه مع الاستاذ فلان وجت مع الاستاذ كلام يكتر، لكن مع سواق التاكسي مش هيبقى فيه تبادل للكلام. فالمفترض ان الست تحترم نفسها من الاول، المفروض انا رايح على المنطقه الفلانيه الفلانيه تركب ورا خلص الموضوع، مش نتبادل اطراف الحديث وانت منين وانت منين.
انا ساكنه هنا، انا على فكره انا كل يوم هنا، انا ممكن اظبط معاكي وابقى اجي لك هنا اخدك كل يوم الجامعه واخدك. الله 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 الله، وفشار وعصير يا جماعه. القضايا كتير، يعني القضايا كتير. انا بركز على القضايا اللي بتفكم انتوا، اللي بتهمكم انتوا. لما اختي او زوجتي او امي او بنتي او تشوف حلقه زي كده، لما تركب توك توك او تركب تاكسي او تركب عربيه ميكروباص او هتبقى واخده بالها وعارفه. ما تاخدش من حد عصيب، ما تاخدش من حد فشار، هي مش داخله للصاحب، دي رايحه مشوار. عايزه فشار تبقى تشتري فشار وتخليه في شنطتها، عايزه عصير تبقى تخلي عصيرها في شنطتها. وبعدين مش العشر دقايق المواصلات دي اللي هتقفش فيها. وانا كشاب اهو، شباب قاعدين اهو شايفيني، انا لو شاب ولا واحده بتقول لي هات فشار وهات عصير وقعدت تتكلم معايا، انا على طول افهم انها سهله 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 كمان، واخد منها الموبايل رقم التليفون وهتواصل معاه والسهر معاه. مش كده ولا ايه؟ لازم كل بنت وكل زوجة وكل يفهم الدرس ده كويس قوي. كل واحد وقت لما تركب تاكسي تشوف برنامجي، هتركب تاكسي من ورا هتقول لك لا ده لفت نظري للموضوع ده. هي دي الموضوعات اللي بختارها اللي بتهم الأسرة، وانا قلت شغلي كله على الأسرة، هي الأسرة اهم شيء، لان الأسرة دي عماد البلد، هي النواهي الاولى للبلد، لازم نحميها في جميع الأحوال. المحامية طبعا مجني عليها، والمتهمين دي لابد يلقوا القصاص العادي، وطبعا التحريات هتأكد صحة الواقع من عدمها، لكن طبعا هي متحرر بها محضر وتحولوا نيابة ومسجونين. لسه هنتبع القضية لغاية ما يصدر فيها حكم، لكن لو سألتوني عن رأيي أنا، لا مفيش اختصار. يعني أنا دلوقتي كنت سهران عند صديقي ونازل ووقفت توك توك، حط المخدر امتى في العصير؟ وازاي عرفت ساعة ونص؟ وازاي عرفت عسكري الثلاثة اللي اتصلوني معاه؟ لو خدوني فين؟ في منطقة نائية خلف فندق الشهير في شارع الهرم، وتركوها في حالة عياء شديدة وفروا هاربين. وعقب ذلك توجهت إلى قسم شرطة الهرم وقام بتحرير المحضر بالواقع. الدرس المهم جدا بقى، مفيش بنت تتأخر عن ساعة معينة. يعني أنا فاكر وأنا في صدر شبابي كان والدي الساعة 7 في الليل محدش يخرج، خرجت ما تأخرش عن الساعة 7، ويوم ما نستأذن منه تبقى 8 بالعافية. ولاد ولا بنات؟ البنات مفيش حاجة اسمها يخرج لغاية المغرب ما يبدأ. الشباب ما كانش لغاية الساعة 8 آخرنا وبالعافية. دلوقتي البنت بترجع البيت الساعة 12 واحدة، ما ينفعش. ده لحمنا، ده عرضنا، ده شرفنا، لازم نحافظ عليه. زمان ما كانش البنت تروح لوحدها في اي مكان غير معاها اخوها الصغير او اخوها الكبير يوصلها ويستناها ويراح صاحبتها. ما فيش الكلام ده كله. وتسال الام تقول لك ايه، انا واثقه ببنتي. وحياة امك واثقه ببنتك ايه؟ ده بنتك ممكن تبقى طالعه عند صاحبها. انت الام والاب بيربوا دلوقتي، اللي بيربي دلوقتي الزماله، البنات، الموبايلات هي اللي بتربي، الافلام والسوشيال ميديا هي اللي بتربي، الام ما بتربيش، خلاص راحت زمان. انا بستغرب بقى والله، قريت مره في السوشيال ميديا حاجه جميله قوي. الولد اللي راح ودى امه دار للمسنين عشان يخلص من تعبها وعرفها، فبيقولوا له انت عملت كده ليه؟ ده امك. قال لهم في عز ما كنت محتاجها وانا رضيع كانت بتفضل شغلها وتروح تدين الحضانه، ما اهتمتش بيا وانا صغير، ما اهتمتش بيا انا لما كبرت مش اهتم بيا، كانت بترميني في الحضانه وتسيبني اليوم كله، فلما كبرت انا مش اهتم بيها. فلازم ناخد درس، لازم نفهمه، نربي ولادنا صح عشان لما نكبر ياخدوا منا، ياخدوا مالهم منا. ده دلوقتي دار المسنين بقت مليانه، وتلاقي اولادها بيتمنوا ان اولادها يسمع صوتهم. الاولاد بقوا جاحدين بسبب ايه؟ انه ما لقوش الحنيه من الصغر ففقدوها في الكبر. يا ريت ناخد درس ونفهمه، نحافظ على بناتنا ونفهمهم ايه هو الصح والغلط، ايه اللي يخليهم يتكلموا مع الغريب، ايه اللي يخليهم يتكلموا مع واحد ما يعرفوش، ايه اللي يخليهم يتبادلوا الحديث، ايه اللي يخليهم يدوبوا ارقام الموبايلات، ايه اللي يخليهم ياكلوا فشار، ايه اللي يخليهم يشربوا عصير، ايه اللي يخليهم يعملوا علاقه اصلا؟ احنا فين في بناتنا؟ ما ربناهمش صح ليه؟ بناتنا شرفنا، عرضنا، كل احتياجاتهم المفروض نلبها لهم احنا. يا ريت درسكم وصل. شكرا.